ومرت سنوات على هذا الحصار الظالم والذي ذاق فيه المؤمنون مرارة الحصار وحلاوة الصبر والإيمان. لا تبيعوا لأتباع محمد أي طعام أو شراب، زيدوا على السلعة أضعافها إذا جاءكم أحدهم. وماذا يستفيد التجار منك يا أبا لهب؟ سنعوضكم بالمال، ولكن قاتلوهم معنا. لماذا تفعلون كل هذا مع بني جلدتكم؟ تركوا دين الآباء والأجداد. وما هو الدين الجديد الذي يدعون إليه؟ كف عن هذا اللغو وإلا قتلتك. فلا دين إلا ما نحن عليه. يا حبيبي يا رسول الله، مات أبو طالب الذي كان ينصرك، وماتت خديجة التي كانت تهون عليك كل شيء. ومع اشتداد أذى قريش للإسلام وجرأتهم على النبي بعد موت أبي طالب سنده، بحث النبي صلى الله عليه وسلم عن منافذ جديدة للدعوة. حبيبي يا رسول الله، تذهب كل هذه المسافات وتقطع الصحراء داعيا لدين الله وحدك. فاستصغر هؤلاء القوم ما قاله لهم رسول الله، ونادوا صبيانهم ليؤذوا رسول الله. أخذ أهل الطائف يرمون النبي الكريم بالحجارة حتى نزفت قدمه الشريفة دماً طاهراً، وزيد بن حارثة يحاول أن يحميه ويصد عنه. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. وماذا فعل رسول الله يا زيد؟ جلس تحت ظل نخلة وكان مكروباً ودعا ربه. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، فلم يجبني أحد إلى ما أردت، فانطلقت وأنا هائم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك به، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت منهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله بعثني إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. لقد تحمل رسول الله في رحلته إلى الطائف إيذاء وتجريحا، ولكن الله ناصره ومكافئه. ألا إن نصر الله قريب. أجل، نصر الله قريب. وأراد الله أن يمن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم برحلة عظيمة، ألا وهي رحلة الإسراء والمعراج.